السلام عليكم طلبة الصف الثالث متوسط منهج متميزين. وصلنا بالمحاضرة السابقة أخذنا البارت أوف بون أجزاء العظم، قلنا إنه العظم اللي راح ناخذه إحنا كل العظام بجسم الإنسان سيميلر مشابهة بالستركتشر، بس راح تختلف بما بالشيب أند سايز، بالشكل والحجم. الإكزامبل على هذا الموضوع فيمر اللي هو عظم الفخذ إحنا راح ندرسه. مين مصنوع؟ راح يتكون ذني تنتبهولهن، ممكن يجيلكم فراغات. made up of bone العفو body يعني من الجسم and two ends نهايات اثنين، هذا هو هاي نهاية قلنا وهذه نهاية وهذا هو الجسم البادي. زين ذا بادي هسه راح اجي على اليمن الجسم هسه ممكن يجيب لكم سؤال يقول لكم what structure of the body of bone، شنو هو تركيب جسم العظام، او لا يجيب لكم اكسبلين وموضح البادي اوف بون يعني جسم العظم. راح تقولوا له كفرز يغطى باي اكسترنال ممبرين غشاء خارجي اللي راح يحتوي على شنو النيرفز اللي هي الاعصاب والبلاد والهن وظيفه يستخدم لتغذيه البو. هذا الممبرين الخارجي شو اسمه البيري اوستيوم اللي هو شنو هو هذا السبحاق الخارجي. اذا اريد اعرفه بلش منه، هو غشاء خارجي كبرج يغطي بادي اوف بون يغطي جسم العظم، هذا راح يحتوي على اعصاب وبلاد بيزلز المن تنرش لتغذية البون. نجي بعدها شكو، هذا طبعا راح يغطي لي الكومباكت بون، هذا صح لك كومباكت بون، يعني استنتج انه البون راح اقسمه قسمين كومباكت اند منو الثاني راح يكون هنا اند الثاني راح يكون السبونجي بون، يعني اقسام العظم هاي راح احدد لكم اياهن كومباكت بون اند منو السبونجي بون. ذني تكتبوهن البارت مو بارت انما اقسام يعني العظم اللي هو واحد بالجسم كومباكت وهنا السبونجي. زين اجي كومباكت بون هو شنو هو؟ هو طبقة عظمية اكثر صلابة راح يحتوي على شنو هنا كونتين بداخله البون مارو اللي هو شنو هو هذا نقي العظم راح يكون بالداخل انسايد ات. النهايات الاثنين هذني شبيهن ذني النهايات، هذني النهايات يتميزن عن الجسم بواسطة شنو انه اكو سبونجي او سبونجي بون عظم سفنجي، هذا راح يحاط هماتينا بهذا السمحاق ما راح يحاط العفو بهذا السمحاق لا عادش بيه راح يحاط بطبقة نصف صليبة سموث ناعمة، هاي الطبقة اصح لها كارتلج اللي هي شنو معنى كارتلج غضروف، يعني هذه المنطقة راح تغطى بمن بالغضروف. من هي هاي المنطقة دا احكي عنها؟ هاي النهايات تغطى بالكارتلج، وهاي حاط لكم انتو مفصل غضروفي ارتكل كارتلج اللي هو مفصل غضروفي، بينما هاي تغطى بمن بهذا السمحاق البيري اوستيوم. تمام ذني تنتبهون ذني مهمات شلون how can you distinguish شلون تميزون بين السبونجي بون والكومباكت بون. زين هسه هذا انا اخذته بالمحاضره السابقه، يعني هاي مجرد مراجعه صغيره لكم شنو الكيميكال ستراكشر اوف بونز. اليوم امتحنا وطلاب صف الثالث متوسط، اليوم مش قد بالشهر يوم 30/5 جابوا لهم سؤال، عفوا اليوم 29 يعني على الاربعاء انا دا اقصد، جابوا لهم سؤال وهذا فرع وزاري مكرر what is the chemical of structure chemical structure of bone، ما هو تركيب الكيميائي للعظم. chemically كيميائيا البون راح يتكون من نوعين، شنو هن النوعين؟ الاول organic اللي هو تركيب شنو صحوا له الماتيريال المواد العضوية، والثاني inorganic materials اللي هي اللا عضوية، راح يتكون من شغلتين عضوية ولا عضوية، مواد عضوية ومواد لا عضوية، راح اجي ادرس كل واحدة بهم بالتفصيل. البرسنتج نسبة اوف اورجانيك ماتيريالز ايش قد؟ 35%. هاي الاورجانيك ايش تتمثل؟ عبارة عن بروتينات كوديال معناها غروية، بروتينات غروية تعرف بمادة اسمها الكولاجين، هاي مادة اسمها الكولاجين، هسه هاي كلش مهمة هاي البروت هاي مادة الكولاجين، هاي مرات يستخدموها كحبوب على مود تسوي نظارة، هي عبارة عن شنو؟ مواد غروية مهمة. زين وبعد مادة
سبستانس مادة شبيهة تشبه المقص تشبه المخاط. شي صحوا لها ميكول، ميكول هاي الميكول هاي راح اعطيها لون ثاني. هاي الميكول مهمة، ميكول هاي مادة الميكول ريسمبلز تبدو مثل الالبومين اللي بالوايت اوف ايج، يعني البياض البيض. نيجي نفتح البياض اكو بياض وصفار، هذا البياض اصح له البومين، الميكول يشبه الالبومين. شنو اهميته؟ اهميته فوربون ينطي الفلكسبيليتي، مرونه، ينطي مرونه. اوف هسه اريد انتبه انا ايش حكيت. وات از او وات ار هو المفروض اي وات از او وات ار كيميكال ستراكشر اوف بوت، شنو التركيب الكيميائي للبوم؟ راح يتركب كيميائيا من مادتين، الاولى اورجانيك ماتيريال والثانيه ان اورجانيك ماتيريال. اجيت للاورجانيك، شنو البرسنتج مالته؟ نسبتها 35%. منين تتكون؟ من مواد عضويه، تتكون منين؟ من مواد يسحولها كوديل غرويه او غراوينيه، زين هاي مثل الكولاجين. والماده شبيها هاي الماده الثانيه بيكوس اللي هو مخاطيه اللي هو راح اصح لها الميكول. شنو هاي الميكول؟ شنو هذا الكولاجين؟ اجيت الميكول ات از ذا ميوكس لايك سبستانس، ماده تشبه المخاط، تبدو مثل الالبومين مال وايت اوف ايج، بيض البياض، البياض مال البيضه. وهو مهم المن في البون فلكسبيليتي، المن لمرونه العظم، هاي اهميته. يعني هسه هاي تخلوا لي خط اهميته، هذا الوصف مالته. شو يعتبر اللوكيشن مالته؟ جزء ميم، جزء من الاورجانيك ماتيريال اوف بون، جزء من الماده العضويه، المن الماده العضويه للعظم، جزء من الماده العضويه للعظم. هاي هنا لازم اي زين. هاي هسه الميكول، هذا كله تعريف الميكول، اظل له بغير لون على مود تعرفوه يتحدد لكم. زين كولاجين اللي هي الماده الكولاجينيه، هو سبستانس ماده جزء من الاورجانيك ماتيريال، هذا لوكيشن. هاي المواد هي عباره عن بروتينات غرويه، هاي المواد هي عباره عن بروتينات غرويه، يعني هذا يختلف عن هذا، يعني هسه هذا تعريف وهذا تعريف. زين ارجع المن ان اورجانيك ماتيريالز، ارجع لهنا المواد اللا عضويه نسبتها 65%، هاي نسبتها اكثر من هاي، هاي شوفوا نسبتها 35، هاي نسبتها 65. هاي الانورجانيك ماتيريال عباره عن فوسفيت، كربونيت، كالسيوم، فلورايد، بعد مغنيس او منغنيز، احنا نصيح له فوسفات، يعني فوسفات المنغنيز، بعد والصوديوم، صوديوم كلورايد اللي هو من هو تيبل سولت اللي هو ملح الطعام، نصيح له. ذني كلهن عباره عن سولت املاح، ذني هذا الجزء مسؤول ريسبونسبل هاردنس اوف بونز، مسؤول عن شنو؟ صلابه العظم. الان اورجانيك ماتيريال شنو الامبورتنس او البيفنت او الفانكشن مالته، وظيفته هماتينه ممكن يجيب لكم اياها. شو راح يكون وظيفته؟ راح تكون مسؤول عن الهاردنس الصلابه، هو لان املاح فيكون صلب، بعد طبعا بماده الياف تاخذوها بصفصان استعدادي. هاي اورجانيك وان اورجانيك ماتيريال، هذا ستركتشر مال البون. هاي هسه هي هو واسئلته لوكيشن وفانكشن وذني السوالف، هذا كله اللي حكيناه جزء من صفحه 15، جزء 100 من صفحه 15 بالكتاب. اريد تفلسوا لي تفليس مثل ما هسه انا اعطيتكم اياه، موقع وظيفه وديفاين، يعني هكتب لكم هنا أنا. شو حكتب لكم؟ شلون ما احنا موجود اللي هو شنو؟ اختبر نفسك. هاي هنا مو بالاخير كان عندكم اختبر نفسك، احنا هماتنا راح يصير اختبروا لي نفسكم بيمن. شو راح اسوي لكم هسه؟ راح اخلي لكم مجموعه اسئله، لان هو احنا بلا الاختبار ما تفيد السالفه ويانا، بدون اختبار احنا نضيع. زين هسه شعتنا عندنا هاي الاختبارات، هاي تيست يور سيل، عندكم هنا شنو؟ لوكيشن عند الفانكشن مال الميكول والكولاجين،
عرف الميكول كولاجين اورجانيك ماتيريال ان اورجانيك ماتيريال هوز ريسبونسبل انتبهوا لها من المسؤول صلابة العظم والبون فلكسبيليتي اللي هو مرونة العظم من المسؤول عنه. اجيت الى الجزء المهم بالكتاب، احنا كل شيء مهم عندنا بالكتاب، ماكو شيء اسمه مو مهم، اللي هو بارتس اوف هيومن سكيلتون اللي هو اجزاء الهيكل مال الانسان. يقول لي الهيومن سكيلتون بي هاز تو مين بارت، بي جزئين رئيسيات، شنو هن الجزئين اقدر اقول عليهم؟ ذي ار الاكسل سكيلتون اللي هو الهيكل المحوري، واللي هنا ننصح له الابي الابي ديكولار اللي هو هنا الطرفي عندي اني بجسم الانسان هيكلين، واحد هذا الطرفي هاي الاطراف، هاي واحد اثنين هاي اطراف، والثاني اللي هو شنو هو الثاني اصيح له محوري الاكسل هذا. فاذا انا عندي محوري خلي لونه بالاخضر مره ثانيه، محوري الاكسل اللي هو الاكسل اللي هو هذا، والطرفي اللي هو هذا هنا راح يصير زين الاطراف العليا والسفلى هسه راح اجي عليه زين. الاكسل سكيلتون طب تقريبا ثلاث محاضرات او محاضرتين احنا نحكي بالهيكل المحوري، اول جزء به هو السكولز اللي هو جمجمه، ثاني جزء شو عندي جمجمه راح اقسمها ثلاث اقسام، راح بعدين اخذ هاي الاسنان كلها هذا تابع للجزء الجمجمه موجود بداخل شو نقول عليه بداخل الراس زين موجود عليه، الثاني الفيرتيبرال كولومن اللي هو العمود الفقري، هذا هنا العمود الفقري هذا الجزء الثاني اللي موجود بيما بي جسمي زين. اجي اني هسه محوري اليوم هسه السكولز اللي هو الجمجمه ايش بيها هاي انكلود كرانيال بون تشمل عظام القحف فيشيال بون عظام الوجه وبعد تيني بونز اوف ميدل اللي هو عظام اللي موجوده بعظام صغيره موجوده بالميدل اير بالاذن الوسطى نصح لها احنا هذني بدنا نحكي عنهن اولا هذه ثانيا هاي وثلاثه هاي هذني شنهن ذني شنهن ذني اقسام من ورسكولز الجمجمه يعني اني براسي بالجمجمه ماتي اكو هاي عظام القحف هسه راح ابتديها شنو والفيشيال اللي هي الوجه والعظام الصغيرة الموجودة بالأذن الوسطى. جيت على اليمن على أول واحد الكرانيال كرانيال بون اللي هو عظام القحف، هاي عددها شقد؟ العدد مهم، عددها شقد راح يصير عندي؟ عددها 8 عددها which constituted اللي هي تتكون من small box من شن صيح له من صندوق صغير، شنو وظيفة هذا الصندوق الصغير الموجود؟ شو راح يكون وظيفته؟ to protect لحماية البرين الدماغ، وظيفته حماية الدماغ زين. هذا شي يسوي؟ يقول لي شو يعني او شو راح تكون how is the cranial bones شلون هذا العظام القحف protect the brain شو راح تحمي الدماغ؟ شلون تحميل؟ يقول لي الأجهزة حافات هاي العظام شبيها حافات هاي العظام straighted شبيها يعني مسننة and interlocated هاي مسننة وهاي متداخلة، شايفين أصابع إيدكم مال إيد الثانية دخلوا إصبع بإصبع راح شلون اليد داخلة على مود into one to another، لذلك هاي بيها مفاصل او اصرح لها بالمفاصل الام موف مايبل اللي هو شنو هي ام نفي والموف مايبل حركه فصارت مفاصل غير قابله للحركه، وينها انت تحكين عنها؟ انا بدي احكي عنها خلي لونها بلون يكون واضح احمر، هذا بدي احكي عنه، هذا الجزء بدي احكي عنه شو اصيح له؟ اصيح له القحف، هذا هو الجزء الجرينال زين، هذا جزء منين من السكولز من الجمجمة شبيه بيه 8 عظام 1 2 3
أربعة مناكه فيصيرن ثمانية، لأني متداخلات، ثمانية متداخلات. الحافات إذا تشوفون هاي حافات العظام شبيهن، حافاتن مسننة. هسه أنا هاي الجرينول، زين حافات هاي العظام مسننة ستريتد، كاتب لكم شوفوا المصطلح اللي مستخدمه. سيريتد هذا المصطلح، انه هي مسننة and interlocated متداخلة، عظم متداخلة بعظم to one another، لذا they are called راح اصرح لها immovable joint اللي هي مفاصل او عظام يعني هذا مفصل، احنا تداخل او نقطة ارتباط عظم بعظم اصرح لها joint مفصل، اصرح لها مفاصل غير متحركة. واي ليش اصرح لها مفاصل غير متحركة؟ هذا يجي سؤال مهم، ليش راح اصرح لها بالمفاصل غير متحركة؟ لانه هاي المفاصل او الحافات مال هاي العظام الجرينال شبيه serrated متداخلة او مسننة and interlocated متداخلة into one another، لهذا السبب راح اصرح لها بهذا الشيء. زين اجي هسه المه بعد اكو there is هناك او يوجد relatively big hole ثقب كبير نسبيا، وين اللوكيشن مالته؟ في البوتوم اوف جرينوم اللي هو وين؟ في شو نقول عليها؟ في قاعدة منو؟ قاعدة القحف. هذا الهول شو اسمه؟ فورمين، فورمين اللي هو شنو هو هذا الفورمين؟ ثقب نصيح له ميجينيوم اللي هو ميجينيوم ثقب معناه، راح اصيح له ثقب الاعظم او الثقب العظمي الاعظم، احنا يعني بالمنهج العربي الثقب الاعظم يصيحوا له. وين اللوكيشن مالته؟ هذا لوكيشنه. شنو هو بيج هول ثقب كبير موجود ب at the bottom of granum، زين بقاعدة منو نقول عليه؟ بقاعدة القحف او الجزء الاسفل من الجمجمة. هذا الثقب شو صيح له؟ فورمين ماجنيوم اللي هو نقول عليه الثقب الاعظم او العظمي. شنو وظيفته؟ شنو فائدته؟ through which هو كلش important كلش مهم، لان من خلاله السبينال كورد، سبينال كورد باسس، سبينال كورد كورد حبل وسبينال شوكي راح يمر من خلاله. اذا انا هسه اريد اسوي له تعريف، مش المن تعريف لهذا هو relatively big hole او big hole احسن تبدون صحيحة location مالته، تنتبهون موقعه هذا بقاعدة الجمجمة او القحف، وظيفته من خلاله حبل الشوكي راح يمر، فهاي تنتبهوا له كلش كلش كلش. زين زين اجيت هسه انا بعدني بعظام القحف بعدني بيه، يقول لي child skull اللي هو جمجمة الطفل distinguished تتميز، هاي معناها تتميز مين؟ من الادلت سكول من الجمجمة مال البالغ، انه هي بالبداية اول ما يجي الجاهل تكون big in size كبيرة بالحجم، ليش؟ مقارنة together او طبقا to the other منو parts of skeleton مقارنة ببقية الهيكل مالته، بس ال child face وجه الطفل relatively small صغير. لعد ليش السكول الجمجمة كبيرة؟ شنو السبب؟ انه موجود in child skull بجمجمة الطفل اكو spaces فراغات شو صح لها؟ الفونتينل اللي هو شنو هو؟ يافوخات، اصيح لها باليافوخات، هاي اليافوخات الاحمر هذا راح يصير طوخ لان هي مكتوبة بالاحمر، هاي تنتبهوا لها ماما
كلش تنتبهوا له. زين هاي زين هاي وين اللوكيشن مالتها؟ in the child's skull spaces، هي فراغات موجودة بجمجمة الطفل، located between the bones، بالعظام مال الهيد، رأس الطفل child. هذا location شنو وظيفته؟ طبعا هي تسهل من عملية الولادة، بس ما كاتب لكم اياها هنا. they are covered، تتغطى with fibrous cartilage، اللي هو شنو هو cartilaginous، اللي هو هاي الياف غضروفية او انسجة ليفية غضروفية. لذلك هي شنو هي، خلي اجي اخذها بهدوء، هي فراغات موجودة بجمجمة الطفل، فراغات spaces موجودة بجمجمة الطفل. وين بالضبط؟ located between the bones of head، تقع بين العظام مال الرأس. هي شنو بمن مغطات؟ تغطى بألياف غضروفية. هاي الألياف الغضروفية عادة كلمة غضروف تنطي flexibility، مرونة. فهاي من تصير الولادة تتداخل ذني فرأس الطفل يصغر، يقدرون يطلعوه بسهولة. هذا هو الهدف من وجود هاي اليافوخات، من يكبر وتروح هاي اليافوخات. شلون هسه أميز بين الأدج حافات البون of the، أو ما هي ميزة حافات العظام بالقحف؟ راح تقولون الميزة مالته serrated، مسننة ومتداخلة. شنو الاسم الثاني للجراينال بونز؟ راح تقولون هاي ام نفي، موفيبل جوينتس، اللي هو يصحوا له المفاصل غير متحركة. ليه صحوا له بالمفاصل غير متحركة؟ عرفت تعريف الثقب الاعظم هو ثقب كبير، لوكيشن مالته وشنو وظيفته. اكو فد فرق بين جمجمة الطفل وجمجمة الشخص البالغ من خلال وجود شنو؟ هذه اليافوخات. اريد اعرف اليافوخات بشكل صحيح، راح اقول عليها هي spaces، فراغات. وين الفراغات هاي موجودة؟ بجمجمة الطفل، تقع between the bones of head، هذا location، وراح تغطى with هاي المادة النسيجية اللي فيها. زين شلون اقدر اميز بين البونز العظام بقحف الطفل عن الادلت هيومن؟ شلون اميزها؟ انه هاي العظام تتميز عن ذاك انه تكون كبيره ان سايز كوردينج تو اذر بارتس اوف سكيلتون، بس الفيس مالته ريليتيفلي سمول، هاي الميزه مالته. او اقدر اضيف نتيجه لوجود شنو اقول يعني ويا هذا الحكي، ديو تو فاوند، شنو اللي راح يتواجد؟ عفوا فاوند، وجود هاي اليافوخات، نتيجة لوجود هاي اليافوخات فشنو صارت هاي الحوسة. زين هسه اني هنا وين اروح؟ اروح الى عظام الوجه. زين هسه اني ايش اخذت؟ اخذت السكول اللي هو الجمجمة، تتكون من الجراينال بون. هسه راح اجي عظام الوجه، ايش قد عددها؟ 14، منيش 8 زائد 14 22. أنا قلت عظام الجمجمة شقد؟ عظام الجمجمة 29. هسه أنا عندي شقد؟ صار عندي 8 وشقد قلت هنا؟ 14 22 من 29. هاي عظام تحيط surround the eyes، تحيط بي بالعيون، أو انصح لها محاجر العين، سكوتت اللي هو شنو ينصح لها؟ محاجر العين. هاي هنا تجويف العين وتجويف الألف، نوزل كافيتي بعد، والفم and also bone of ear. اكو طبعا عظام اخرى بالعيون الاذن. هاي العظام ميزتها not movable، غير متحركة، ما عدا اللور جو. شنو هذا اللور جو؟ الجو فك، يعني هاي هنا
الفك الأسفل، يعني كل العظام بوجهي ما متحركة، بس الفك الأسفل راح يكون متحرك. which can move راح يتحرك laterally جانبا and vertically يتحرك جوانب يمين يسار وأعلى وأسفل. هذا التحرك مالته. ليش هو غير نقول عليه موفيبل، قابل للحركة، قابل للحركة ويتحرك للأعلى وللأسفل من أجل المساعدة cutting قطع crushing طحن and chewing مضغ الطعام. قطع طحن مضغ الطعام زين، هذا الجزء اللور. أما الأبر جاب اللي هو الجزء العلوي، هذا راح يكون شبيه، راح يكون موفيبل اللي هو قابل للحركة، أو نوت موفيبل غير قابل للحركة. ليش؟ واي، لأنه مرتبط ويا من؟ ويا الجراينال بونز اللي هي عظام الجمجمة أو عظام القحف، مرتبط بيها. فلذلك ما راح شو اسمه عدد الفيشيال بونز عظامه 14 عظم موجودات بين هنا حيطا بالعين بالخشم بعد بالموف بالحلق بالفم، يعني ايضا موجودات بالاذن، لان العظام الموجودات هنا اكو فك سفلي وعلوي. العلوي not movable ليش؟ لانه مرتبط هنا حتى اذا يجي الفراغات. والسفلي موفيبل قابل للحركة، يتحرك جانبا وفقيا يعني بكل الجهات. ليش؟ على مود يساعد بثلاث عمليات، راح يساعدني بثلاث عمليات. اجيت المن الى عظام الاذن. هسا اخر شيء عندي there are three small bones، ثلاث عظام صغيرة وين تقع؟ بالميدل اير، بوسط الاذن. هاي لوكيشن شو صح لها؟ مسلس انكس والستيبس. ذني ثلاث انواع من العظام اللي هن المطرقه والسندان والركاب. مسلز مطرقه، انكس اللي هو السندان، والركاب ستيبس. هاي ما لها علاقه يعني ما لها معاني عربيه زين. ذني عظام صغيره موجودات بالاذن. هذا هنا تحضيري لهنا، احنا اخذنا كم صفحه هسه؟ ما نقدر ناخذ هواي لكم. هسه اخذنا صفحه 16 وصفحه 15 تحضيري. هذا اريده ينحفظ كل زين، واذا اكو سؤال ينطرح بالقناة وان شاء الله نجاوبكم عليه زين. باقي الاسنان راح ادخل بتفاصيلها. عظام الوجه اذا تشوفوها هنا، ومن ضمن هذا الفك اللي يتحرك عظام الجمجمة، واكو عظام موجودة بالاذن زين. سؤال اللي اريد اطرحه لحضراتكم واللي اريد اواجب من عندكم، قايل لي عظام الجمجمة ايش قد عددهن؟ عظام الجمجمة بشكل عام 29 عظم. حسبوا لي هل 29 ينطبقن ويا هذني؟ عظام القحف والفشل الوجه والايربون ذني الموجودات بالجمجمة اللي يتألف منهن الجمجمة، هل هن عددهن 29؟ اريد تحسبوا لي يعني وتنطوني جواب. لهنا خلصت محاضرتنا، أتمنى تكونون استفاديتوا منها، وشكرا جزيلا لحسن إصغائكم.